زلزال. اللي جاي ده زلزال. أرصدت البنوك بتاعت نادي الزمالك واللي الأستاذ مرتضى منصور تحدى فيها الأستاذ ممدوح عباس وقال له أنا هجيب لك المستندات وعشان أثبت لك أنه مفيش ملايين في بنوك أخرى وأنه اللي احنا بنمتلكه في بنك مصر اللي محجوز عليه هو دي المبالغ الوحيدة اللي بيمتلكها نادي الزمالك. طيب تعالوا كده هنسمع واحدة واحدة بقى وأنا هعرض لحضراتكم شوية مستندات حصلنا عليها علشان تشوفوا حقيقة الأرصدة اللي اتعرضت امبارح على قناة نادي الزمالك أو الكلام اللي اتقال وحقيقة هذه المستندات. أستاذ الملاعب الثالثة هفكر يعني هفكر لو حضرتك بتابع اللايف ممكن نبقى أشوف طريقة ونتابع مع حضرتك مفيش مشكلة إن شاء الله. تعالوا نسمع بقى الأستاذ مرتضى منصور ونمشي مع بعض خطوة خطوة لأنه الموضوع ده في منتهى الأهمية والخطورة. راجل قال كلمتين في حسابات تانية في بنوك أخرى فيها ملايين أكثر من الملايين الموجودة. أنا عايز الجواب بقى من اللي قاعدين دول. نقعد نحكي اللي حكينا 100 مرة. نعم. يا أستاذ محمود طلع جوابات بتاع البنوك. ماشي. أنا معاك أهو. أنا معايا الجواب أهي. في كام؟ اطلع انا معاك اهو. يلا استاذ رزق محمود مستعرض المحمود خالد اتفضل. نعم ماشي كده بقى البنك سعيد والبنك الاهلي المصري. طيب ادي بنك سعيد اهو معانا اهو ده بنك سعيد وخلي بال حضرتك انا عامل هنا دوائر حمراء علشان عندي مفاجآت. اولا في دايره حمراء على اسم البنك اللي بالخط وبعدين في دايرتين تانيين وفي اسهم خلي بال حضرتك وفي دايره على الرصيد علشان هنشوف هو قال ان الرصيد زيرو وفعلا هنا في المستند ده الرصيد زيرو ولكن هناك مفاجأة مفيش ملايين رصيده بالجنيه المصري 69628 مش ملايين الحمد لله رصيد بالدولار الامريكي 2908 ده المصرف المتحد رصيد بالدولار باليورو 39,000 لا يا استاذ محمود ده الجواب بتاع النادي بتاعنا هنا بقى حصلت لخبطه لانه الاستاذ محمود خالد ارى المبالغ اللي موجوده في حساب البنك المتحد اللي هي دي حضرتك كويس والجواب ده صادر من الاداره الماليه لنادي الزمالك وده ما كانش المفروض انه يظهر على الشاشه لانه حضرتك شايف المبالغ دي كلها تعمل حوالي 1,800,000 ما بين مصري ويورو وفرنك سويسري ودولار امريكي فطبعا هنا الاستاذ مرتضى منصور لحقه لانه قرب بس كان خلاص وصل لغايه اليورو فلحقه وقال له لا مش ده انا عايز الجواب اللي جه من البنك ومعانا الجواب اللي جه من البنك طبعا قناه صوت الاهلاويه مش ممكن ابدا يفوتها حاجه زي كده بس فيها مصيبه وكارثه. قول يا خالد جواب البنك جواب البنك اهو البنك اهو اهو البنك لا 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 ده اللي مطلعه ده المدير المالي بتاعنا اهو اعتراف اللي مطلع الجواب ده المدير المالي بتاعنا يعني دي ارصده موجوده في البنك فعلا ما هو هيطلع الارصده دي بناء على ايه؟ هيضرب هيألف من دماغه يعني؟ لا المدير المالي كتب الجواب ده والجواب ده ما كانش المفروض يظهر هو يا ريس اهو ده استاذ محمود ده الجواب بتاع مدير المالي صح البنك باع الجواب البنك باعت اهو 39,200 ضرب لخمه طبعا وادي الجواب بتاع البنك بص بقى حضرتك هنا انا برضو عامل لحضرتك دايرتين كويس الختم ده بيبين انه الختم بتاع البنك المتحد هو حاطط صباعه على الرقم ابو 39 وكسر 39,244 الدايره اللي فوق بقى دي اللي انا عملتها لحضراتكم معرفش بقى انتوا شايفينها ولا لا ده مبلغ باليورو اللي هو اراه في المستند الاولاني واللي قال له لا مش ده الجواب فلما اظهره حب ان هو يبين بس ان 39,000 لكن ما قالش طبعا العمله هو هنا قالها انها مصري لكنها دي يورو وانا عامل لحضرتك دايره انها باليورو المفاجاه انه تحت صباعه في مبلغ اخر
انا الحقيقه مش قادر اقرا كام، 180 ولا 18 مليون، انا الحقيقه مش عارف، ومش عارف ايه هي العمله. لكن هنا البنك اصدر لهم شهاده باليورو، لكن جميع الارصده الاخرى المصريه تم اخفائها، لكنها ظهرت بالخطا في الجواب اللي عمله المدير المالي. تعالوا نكمل عشان في لسه حاجات تانية. 44 ده اخر بنك تجاري. نعم اخر بنك طلع تجاري بقى، طلع تجاري بقى خلاص. تجاري ده الحساب فيه 39000 بس. لا البنك التجاري اخر بنك ده المصرف المتحد. ماشي. ماينس خالص البنك التجاري ماينس 328 785 مايلس، يعني علينا النادي عليه فلوس. يعني ما معكوش ملايين. لا عليه فلوس. بنك سكان والتعمير 75. بنك جريبي اكريكول 9638 جنيه. بنك البركه 6664. ادي الملايين يا باشا. نعم نعم. نيجي بنك مصر. يعني خلاص يا محمود، خلاص ما تجيبش حاجه تانية يا محمود، انت هتعك الدنيا ليه؟ بص بقى يا سيدي، اولا هو جيف بنك سعيد، لما جاب بنك سعيد لما جاب لك الرصيد قال لك الرصيد صفر، ادي الرصيد، بس ده برضو كان رصيد اليورو، ما كانش رصيد المصري. لكن لما جه عرض الورقه المجمعه بتاعه البنوك طلع انه في مبلغ، هو حط ايه ورقه عاملها المدير المالي، يعني قد تكون الارقام دي سليمه قد تكون مش سليمه، حط فيها انه بنك سعيد فيه 18000 جنيه مصري، وهو عرض علينا انه في زيرو. طبعا يعني معلش، هو برضو ترتيب الورق ما كانش جيد جدا من الاستاذ محمود خالد، وبالتالي هو عرض اليورو زيرو في بنك سعيد ولكن المصري موجود. المفاجاه الثانيه انه ما جابوش الشهادات، هو قال له انا هتحداك وهجيب من كل البنوك. استاذ علي الشوقي اهلا بحضرتك. فاكتشفنا ان هناك بنك اخر اسمه بنك البركه، هم هنا كاتبين انه بنك البركه فيه 6600 اهو كده، ما اعرفش حضراتكم شايفين ولا لا، اعتقد انكم شايفين. وجاب كمان بنك اسمه كريدي اجريكول، وده برضو فيه حوالي 9000 جنيه مصري، ولكن لم يعرض الاستاذ مرتضى منصور او الاستاذ محمود خالد انه الشهادات او الجوابات اللي جايه من البنوك دي بتقول الارصده فيها كام، وده لعل المانع خيرا. ما اعرفش هو ما عرفش يجيب الجواب ولا ايه، لكن الاستاذ مرتضى منصور كان تحدى الاستاذ ممدوح عباس انه سيظهر كل المستندات، ولكن الحقيقه انه المستندات كلها فيها بعض الاخطاء، وما كانش فيه اخطاء كتير جدا فيها للأسف الشديد. والحمد لله احنا تمكننا ان احنا ناخد سكرين شوت من كل المستندات دي وندرسها كويس قوي ونوريها لحضراتكم علشان تعرفوا اللي بيحصل في عملية الأرصدة والتحدي اللي قابله الأستاذ مرتضى منصور. انا بعتقد انه بعد عرض هذه المستندات بهذه الصورة اعتقد انه خسر التحدي.